فرنسا ترغب في إعادة ترميم مكانتها المتآكلة داخل إفريقيا. باريس استنفرت ورسمت خريطة طريق يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون. في مسعى لخفض المشاعر العدائية من قبل حكومات وشعوب بعض دول القارة السمراء، وخصوصاً بعد الآثار البالغة التي أحدثها تزايد النفوذ الروسي الذي يضرب أرجاء القارة، ماكرون بدأ جولة رباعية للقاء بعض من ظلوا أصدقاء لباريس: الجابون، الكونغو، أنغولا، كونغو برازافيل. كان واضحاً في تصريحاته بأن زمن الوصاية الفرنسية على الدول الإفريقية انتهى، وأن باريس صديقة وليست مهيمنة، وأشار إلى رغبة بلاده في طي صفحة الماضي وإغلاق ما كان حديقة خلفية لفرنسا في غرب إفريقيا. ماكرون عبر إلى الدول الأربع من خلال معاهدات تتعلق بالمناخ والبيئة. يأتي هذا في ظل نفور متنام من قبل بعض الدول الإفريقية ضد الوجود الفرنسي، وخصوصا في دول الساحل، حيث طالبت بوركينا فاسو في وقت سابق بانسحاب القوات الفرنسية من أراضيها، ذلك بعد أن أكملت باريس انسحابها من مالي العام الماضي. وبهذا يتقلص الوجود الفرنسي العسكري في إفريقيا إلى 3000 جندي فقط في تشاد وساحل العاج والجابون وجيبوتي والسنغال والنيجر. ويسعى ماكرون خلال زيارته إلى الإمساك بالعقد الإفريقي الذي بدأ ينفرط من بين يدي باريس في خضم صعود متسارع للوجود الروسي والصيني في هذه المنطقة، سواء عبر انتشار قوات فاغنر الموالية لموسكو أو من خلال استثمارات صينية تمضي فيها بكين بسرعة بالغة داخل القارة السمراء.